أولى محطاتنا لليوم نرمين رح تحكي عن واقع يمكن بيعاني منه كتير من الموظفين بمختلف الوظائف، يمكن مع أعوام على التواجد باختصاص معين وظيفي يمكن بتحول الوقت هيك بيصير في روتين بالعمل. بداية الشغف اللي بيكون موجودة عند أي موظف بيتعين مع الوقت وتكرار المهام نفسها يوميا من دون تغيير ببيئة العمل نفسها بيؤدي لأنه هو يحس حاله صار بروتين ممل وممكن يفقد كثير من الطاقة عنده لحتى يقدم شيء جديد. صحيح سلمى، ولكن بصباحنا غير لليوم رح نحكي كيف ممكن نحول هذا الروتين الوظيفي لحالة من الإبداع، وأكيد بيسعدنا نرحب بالأستاذ وجيه البني وهو مدرب معتمد بتنمية الموارد البشرية وتنمية المشروعات. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يعني استاذ وجيه، اليوم موضوع يمكن بيعاني منه الكل على اختلاف الوظائف، صح في وظائف تكرار العمل فيها هو شيء طبيعي، لكن في وظائف ثانيه بحاجه دائما لتجديد، الموظف يجدد من نفسه ومن عمله. خلينا نحكي ليش بالبدايه بنشوف هي الحاله، انه حدا كثير شغوف بالعمل تحولت عنده حاله الشغف لحاله روتين وملل. طيب نحن بالبدايه خلينا نقول شو هو الروتين وعلى اساسه نحن بنقدر نعرف ليش. الروتين هي انه انا اقوم بنفس المهمه بشكل يومي حتى لو كانت بشكل مرتب وانيق، يعني ما المهم الرتابه الاناقه هي اللي بتعمل روتين او لا، ما دام انا بقومها بشكل يومي بكل تفاصيلها فبيتحول هذا العمل لروتين. بس يصير شيء اسمه روتين ببلش الذهن بيتراجع النشاط الذهني تبعيته. هذا تراجع النشاط الذهني، يعني النشاط الذهن مثل الجسم بحاجه دائما لتجديد. وقت بيصير الذهن هو عم يعمل شيء ما عم يطور من حاله فبصير عنده تراجع، هذا بيعمل خمول ذهني بيؤدي لحاله من الملل، حاله بعدم شعور بالرضا، بس هو الشخص ما بيعرف ليش، هو اساسه هي القيام بنفس الاعمال بشكل يومي اللي هو اساسه الروتين. حكينا عن الروتين، بدنا نسال كيف كل شخص اليوم ممكن يبدا من ذاته ويحول هذا الروتين لحاله من الابداع مثل ما ذكرنا. تمام، هو اول شيء لازم يعرف الشخص، دائما بنقول نحل مشكله بدنا نعرف اسبابها، فبده يعرف هو اسبابها ليش. هل اسبابها انه الروتين هو بالنسبه له روتين ذاتي، يعني روتين عم يعيشه بحياته كلياتها مو بس بوظيفته فمأثر على وظيفته؟ يعني الاشخاص اليوم بتقول لك في روتين وظيفي، بس يمكن انا روتيني الاجتماعي، يعني حياتي الاجتماعيه هي دائما بنفس النمطيه، فبيتحول هذا الشيء لروتين فبيأثر على شغله. او لا، الشغل هو بحد ذاته في روتين وظيفي، هي نفس المهمات، هي الوظيفه ما بتقدم له شيء جديد، ما بتقدم له خبرات جديده، هي الوظيفة أقل كثير من طموحاته وخبراته ومواهبه، فبتأدي هذا الشيء لروتين. هلأ هو بقى ببلش بس يحدد المشكلة بيفكر كيف بده يعالجها. ممكن نحكي بقى ببعض النصائح بقصص المعالجات. أول شيء بده نمط الروتين مو بس وظيفي، يعني بده يطلع من الروتين اليومي. كثير مهم نحن نقول للأشخاص اليوم استثمر وقتك بشيء ثاني، يعني اليوم إذا أنت اليوم وظيفتك ما عم تقدر كثير تبدلها نتيجة إنه أنا اليوم الظروف ما بقدر أغير وظيفتي، تغير بالشيء اللي بتقدر تغيره. اليوم عندي وقت فاضي بالنهار، شو ممكن أعمل فيه؟ استثمره بشيء ثاني، شيء له علاقة بدورات تدريبية على سبيل المثال، أنا عندي موهبة فبحاول إني أنا أعملها. طور من وظيفتي بشيء ثاني، وخصوصا هلا الأونلاين صار مفتوح للجميع فبقدر أنا عن طريق الأونلاين طور من مهاراتي. الشيء الثاني نحن بنقوله لأغلب الموظفين حقيقة إنه أنت شو هدفك؟ يعني بتبلش السنه وما عنده هدف، فعدم وجود هدف بيعطي روتين. كيف؟ لانه انا الشخص ما بعرف هي الوظيفه ليش عم بشتغلها، شو عم بعمل شيء فيها شيء جديد، شو الخبرات اللي بدي اخذها، فعدم وجود الهدف حقيقه اليوم كمان بياثر. تغيير المكان، كثير اوقات نقول لهم شغلات بسيطه، يعني انت غير المقعد والكرسي تبعيتك، غير فنجان القهوه اللي انت بتشرب فيه، نحن دائما بنقول انه انا مثلا بوظيفه هذا فنجاني تبع القهوه. فحتى هي الشغلات البسيطة أوقات تعمل روتينية. ممكن تطور القصص شوي زيادة، بطلب من المسؤولين تغيير نمط الوظيفة بنفس الشركة الداخلية، يعني ما ضروري دائما نغير الشغل، ممكن غير من بعض المهمات اللي أنا بعملها فباخذ شيء جديد. آخر احتمال نحن بنقوله للشخص هو وقت بيسكر كل هدول، فمعلش ما أنا غلط إنه أنا آخذ خبرات جديدة، غير بيئة الخارجية تبعيتي، ابحث عن وظيفة جديدة بتقدر تلبي الطموحات تبعيتي شوي إني أطلع من الروتين تبعيتي.
طيب استاذ وجيه، خلينا ندخل شوي نتخصص بالحكي. بعض الوظائف بيمشي مع هذا الموضوع، مو كل الوظائف بيمشي معه، خصوصا في مثل ما قلنا وظائف من وضع انه ما بيقدر مثلا يغير. اذا حكينا بقى عن الوظائف اللي انا فيني اغير فيها، هل من الصحيح انه انا اتنقل مثلا بنفس بيئه العمل من مكان لمكان؟ هل الترقي بنفس بيئة عملي إذا أنا اجتهدت وترقيت هذا الشيء بيريح شوي، بيغير النفسية؟ هل أنا لازم غير مثلا فريق العمل اللي عم بشتغل معه؟ قديش التغييرات ممكن تكون لها شيء إيجابي، وببعض الأحيان ممكن يكون لها سلبي؟ أنت إيجابي وأنت سلبي. حلو. حقيقة هو رح نبلش بالشق السلبي. الشق السلبي تبعيته هو بيرجع للأشخاص النمطية، هي ما بتحب التغيير، تمام؟ هي بتخاف من التغيير، فقد الشعور بالأمان والثقة. 100% يعني 100% بيقول نحن ما بيحب يطلع من دائرة الخوف تبعيته. هو عايش هيك، وظيفته هيك، مدخوله هيك، حياته هيك، أنا آسف، الشغل تاني، طريقة الشغل تبعيته، الطريق اللي جاي عليه، لو كان عاش بضل فيه، ما بيحاول يغير الطريق. هدول الأشخاص صعب فيهم التغيير، ونحن بننصح المدراء بهدول الأشخاص لا تغيرون، أعطيهم وظائف هي بدها شيء له علاقة بالروتينية. يعني هو يعني دائما نحن نقول التغيير الروتيني بده بيئه حتى المدراء يساعدوا بهالقصص يعني أكيد. فانا بحاول هدول الاشخاص اعطيهم نمط شغل هو بده شيء روتيني، ما بي حتى ما بده مراجعين، اسف، لانه هذا الشخص حتى المراجعين ما بحب يتقبلون، يعني ما بحب التغيير، يعني خلص تعودت على هذا الشخص، على هذا المكان، على هذا المحل. هلا اليوم مشان ما نظلم الاشخاص الثانيين، هدول الاقليه، الاشخاص الثانيين لا، هن بيحبوا التغيير. الشخص بحد ذاته هو شخص طموح شغوف، فبيحب التغيير. مو دائما العائد المادي هو بيحقق ذات الشخص، طبعا العائد المادي هو مهم، بس العائد المعنوي كمان من مهم واهم. فاوقات الترقيه اكيد اليوم بتعطي انه هذا الشخص، انا حقيقه عملت شيء، هذا الشيء استحقيت عليه هي الترقيه، استحقيت عليه تغيير ببعض المهمات. ممكن تفاصيل صغيره يمكن ما تكون ترقيه. نحن نقول للمدراء دائما الشخص اللي عنده خبرات كثيره وتحول لروتين، خليه يعلم رفقاته، فصار مدرب معهم بالقسم، صار مرجعيه، هذا لحاله استثمره، هذا لحاله حقيقه عطى شيء ايجابي لهذا الشخص بتغيير بسيط شوي. حقيقه اليوم يعني قدر يوصل يطلع من الروتين تبعيته. بعد سنوات من الخبرة بنلاقي بعض الأشخاص بفضلوا يتركوا مكان عملهم ويروحوا ليعملوا مشروعهم الخاص. اليوم هي الفكرة قديش مفيدة اليوم بتجديد روتين العمل بشكل عام، وقديش ممكن اليوم تجدد حياته لهذا الشخص؟ كتير مهمة، وقلتي شغلة صحيحة، بعد سنوات من الخبرة نحن كتير أوقات مندقق على الشباب خريجين اللي بأول طريقهم ببلشوا بيفكروا بمشروعاتهم، بنقول له هذا حكي ما انه غلط، بس خلي حياتك تدعكك شوي، خذ خبره اليوم، مو بس خبره العلميه، في الخبره العمليه بقلب السوق، خبره التواصل. بعد فتره من الخبرات اذا الوظيفه بلشت تحقق لي روتين وانا بلشت انه بدي غير، او ما عم تحقق لي العائد المادي، كثير حلو اخذ هاي الخبرات وبلش فيها بمشروعي. حقيقه ايه اليوم، بس لازم افكر بالمخاطر، لازم افكر بالايجابيات وسلبيات القصص. إذا اليوم إيجابياتها أكثر من سلبياتها، إيه أنا خليني بلش بمشروعي، طبعاً هذا الشيء كتير حلو. إيجابياتها خليني أقول إنه أنا بيكون عندي حرية إبداعية، أي فكرة لمشروعي بقدر طورها بمشروعي الخاص. وقت بكون موظف في، يعني اليوم بدي أرجع لمديري، وبدي أرجع لمجلس إدارة، بدي أرجع في تراتبية، تمام، بمشروعي الخاص لا، بيكون عندي هاي الحرية، في أمان وظيفي، أنا مالي خايف أي لحظة حدا شركتي تسكر، فبتحس بالأمان الوظيفي. في شيء له علاقة بالتفاخر أنه أنا عندي مشروعي، هذا شيء له علاقة بالتفاخر. والعائد المادي حقيقة بيكون أفضل، لأنه هذا الشخص كل أرباحه عم تجي له، مو مثل الشركة الأرباح هي بيجي جزء منها مثل مكافآت. بس بالمقابل في مخاطر، اليوم المخاطر هي العمل لساعات طويلة. اليوم أنت وقت تكون موظف بتشتغل عدد محدد من الساعات، غير وقت تكون هذا شركتك بدها كل نهارك حقيقه، حجم المسؤوليه بيكون اكبر. 100% المسؤوليه، مو كل الاشخاص بتقدر تتحمل المسؤوليه. مخاطر السوق، انت اليوم عندك خبره لتطلع من مخاطر السوق كمنافسه، كتغيير مناخ، تفكير سكاني، تغيير زبون، مشاكل موردين، انت قدران اليوم عندك هي الخبره تتخطى هي المشاكل.
فإذا كانت حقيقة إيجابياته أكثر من سلبياته وعنده خبرة حقيقة بمشروعه، أنا أكيد الأشخاص اللي بنصح أنه بلش حط بذرة لمشروعك الخاص، والأهم تكون فيها شيء من الإبداع، يعني ما تكون نفسها مكررة، تمام؟ بده يكون في شيء جديد حطه بهذا المشروع ليتميز عنه بالسوق. طب أستاذ وجيه، خلينا نحكي كمان على نقطة اللي هي العوامل اللي ممكن يتعرض لها الموظف على اختلاف طبعا مكانته أو ترتيبه بمهنته من ضغوط. يعني في بعض الأعمال بتضطر لضغط طويل، ضغط بالوقت بالعمل، ساعات عمل طويلة، ضغط إجراء مثلا مكالمات متعددة، الحديث مع أشخاص متعددين، مهام دقيقة، أي مهمة ممكن تأثر على عمله بشكل عام. هذا الضغط اليومي يوم ورا يوم يوم ورا يوم بيؤدي لشيء اللي سمعناه بالاحتراق الوظيفي مثل ما بيسمى، ومع الوقت اللي عنده احتراق وظيفي بيصير حتى قد ما تأقلم مع هذا عمله وضغوطه اللي هو فيه شيء جديد، بس بيصير معه روتين بحاله، بيوقف هيك، بيوصل لحاله انه انا خلص تعبت، يعني طب ما عاد في عندي شيء اشحن طاقتي فيه. كمان هي حاله ممكن تأثر على العمل بين الموظفين. طبعا حكيك 100% صح. نحن نعطي هذا المثال دائما بالعدائين الرياضه اللي بيشتغلوا، يعني مو اللي بيركضوا لمسافات قصيره، اللي بتكون مسافاتهم طويله كثير، ما بيبلش دغري بسرعه القصوى تبعيته، بيتذكر انه انا اليوم عندي مدى طويل. فاليوم نحن الاشخاص اللي هي بتفوت على وظائفها بتعيش هذا الضغط دغري انه كذا كذا، بنقول له لا، يعني معلش استريح، عطي وقت لحالك لذهنك. اليوم عم تشتغل 8-9 ساعات، استراح ربع ساعة نص ساعة فترتين، ريح شوي، غير اليوم، تحمل مسؤولية. أكيد لازم تتحمل مسؤولية، بس لازم كمان تشتغل كفريق عمل. اليوم لازم تفوض، اليوم ما بصير الشخص يكون مركزي كتير، أي شيء لازم ترجعوا لي. هذا الشخص حقيقة باليوم بيتعب ذهنيا، بيجي بيقول لك أنا جسديا ما عم بتحرك، قاعد وراء الكرسي. انت ذهنيا اسا التعب الذهني هو اصعب بكثير من التعب الجسدي. التعب الجسدي اوقات بيروح بتسطيحه تماما، بينومه لتاني نهار، التعب الذهني بيضله يعني اليوم ما بيروح. فحقيقه هدول الاشخاص بتعبوا حالهم ذهنيا، انا بنصحهم اول شيء لازم تشتغل كفريق عمل. اليوم ايد وحده لحالها ما بتزقف، وكل شيء ناجحه هلا نحن كثير عم ندقق على قصص الفريق. لازم تفوض، لازم تخلق بيئه بالعمل هي بيئه اجتماعيه. حقيقة البيئة الاجتماعية كتير حلوة، يعني هدول الفريق مع بعضهم منسجم متأقلم، ما فيه مشاكل، ما فيه حساسيات. هي كمان دور القائد أو المدير أني أنا دير هذا الفريق تبعيتي. إضافة وقت بطلع من الشغل حلو أعطي شيء تاني لحالي، لذاتي، لعائلتي. في كتير أوقات أشخاص بيطلعوا من الشغل بيشتغلوا، بضلوا بيحكوا بالشغل. أوكي، حلو يضل أنه أنت اليوم شغلك عم بتفكر فيه، بس كمان في وقت لعائلتك، في وقت لحالك، في وقت لروحك. لازم كمان اليوم أنت تريح ذهنك بهالقصص حقيقة. حكيت حضرتك ببداية الحديث أنه لحل المشكلة لازم الشخص يعرف شو هي ببيئة العمل. الشخص ما عم يشتغل أكيد لحاله، في مدراء، في زملاء. بدنا النصائح اليوم لهذا الشخص يبدأ من حاله اليوم، كيف ممكن يحل أو هي المشكلة، ليعرف هو كيف ممكن يتعامل مع مصادر الروتين أو الضغوط، سواء كانوا الزملاء أو حتى المدير. نحن اليوم مشان ما نحمل الموظف كل المسؤولية، التغيير بده بيئتين، بيئة داخلية وبيئة خارجية. البيئة الداخلية هي ذاته للشخص، وبيئة خارجية هي نمط الشغل أو العمل هو بيسمح إني أو هو بده إنه هذا الشيء من الإبداع. إذا نمط الشغل ما عم بيسمح، فدائما نقول الشخص يبلش من حاله. نرجع بنقول التفاصيل الصغيرة، تغييرات بسيطة، تغييرات يمكن أوقات بمستلزماته اللي هي بين إيديه بالمكان. بده يحب عمله حقيقة اليوم، بده يحب عمله، بده يحب رفقاته، زملائه يعني بالشغل. حتى لو كان في نوع من الندية أو الحساسية، اليوم إذا الشخص ما حب حقيقة، يعني دائما نبلش لأنه نحن أشخاص عندنا شعور، إذا ما حبيت شغلي، ما حبيت الأشخاص، ما حبيت مكان عملي، فمن الصعب أنا أستمر حتى لو كانت العائد المادي كتير كبير. فبده يحب هذا المحل تبعيته، بده يكون عنده هدف، بده يعرف أنا ليش جاي حقيقة، ليقدر يقيم أنه أنا اليوم قدرت بخطوات بسيطة حقق شيء من ذاتي ولا لا، ولا أنا جاي بس دائما بنقول أنه أنا كمالت عدد، يعني إذا جيت أو ما جيت حقيقة ما بيوقف علي الشغل. هي الكلمات كلياتها حقيقة اليوم بتبلش تعطيه بمفعول عكسي، بتعطيه أثار سلبية. فمثل ما قلتي حضرتك، التغيير بده يبلش من حاله. ممكن كمان التغيير ما يكون دائما بالشغل،
تغيير حياة اجتماعية كلها. روتين حياة اجتماعية إذا غيرتها وضليت على روتين عمل ممكن اليوم شوي حقيقة انفض من هذا الضغوطات النفسية اللي بتعيشني إياها الروتين. نعم أستاذ وجيه، يمكن وأنت عم تحكي ذكر جملة كتير بنسمعها، أنه اليوم إذا أنت كل واحد بيقول لك إذا أنت اشتغل شغلك صح بيمشي الحال، يعني ما تتطلع وتقارن نفسك، بعد عن المقارنات، وهذا الشيء يمكن لا شعوريا الشخص بأي مكان بيدخل فيه، انه ليش زميلي بياخذ هيك، او ليه زميلي له هي المهمه انا لي مهمه اخرى، او ليه كذا. هل صح انه انا اطلع قارن نفسي بهالمقارنات، بعضها جيد وبعضها سيء، شو الايجابي والسلبي فيها؟ وهل فعلا اذا شخص طبق هي القاعده انه انا ما لي علاقه بغيري، انا علي من شغلي وكل واحد يعمل مهمته، هاي الجمله قد هي صحيحه وايه قد هي خاطئه ببيئه العمل بشكل عام؟ نحن دائما بنقول المصطلحات كمصطلحات هي ما أنا غلط، يعني الغيره هي ما أنا غلط، الغضب ما أنا غلط، بس نحن بنقول شو يعني غيره وامتى استثمرها صح وامتى اغضب وكيف استثمره بشكل الصح. فالغيره الايجابيه هي صحيحه، يعني انا اشوف زميلي هو عم ينهي مهماته بشكل اسرع، هو تقنيا افضل مني، اليوم متعلم لغات جديده افضل مني، فيكون عندي هي الغيره، بس مو كرمال اني انا اذي، يكون عندي هي الغيره لانا اغير من ذاتي، لانا كمان اسعى اكون مثله. هلا اليوم والشغله الثانيه، دائما نحن اليوم الموظف بينظر للقصص من وجهه نظره، انه انا اعطيتني هي المهمه، انا اعطيتني هيك، بس دائما كمان بنقول في نظره الفوقيه اللي بيشوفها المدير او القائد تبع المجموعه، هو بيكون عنده كمان رؤى ثانيه، فكمان لازم احترم قرارات الاداره تبعيتي لانه يمكن شايفه شيء انا ماني شايفه. مو غلط اني انا صارح، ومو غلط اني اقول واعرف، نحن كثير بنقول لهم بالشركات وقت بتعمل تقييم سنوي ماشي للموظف وقول له انت وين سلبياتك وين ايجابياتك، كون صريح معه، ما تقول له انا ما اعطيتك هي المهمه لانه ما بدي اعطيك اياها، لا، هون بنرجع بصير في حق على المدير، ليش انا ما اعطيتك اياها، وين لازم تطور بحالك، وعلى اساسه يتطور بحاله فحقه ياخذ مثل زميله كعائد مادي وكحافز وكوظيفه. في وظائف معينة بطبيعتها هي متغيرة وبتطلب الإبداع، يعني إحنا بنقابل أشخاص جداد بنتحرك، يعني مفروض ما نكون عم نشعر بروتين وظيفي، ولكن للأسف بفترات أو بمراحل معينة نشعر بهذا الإحساس. بدنا نصائح لهدول الأشخاص، لأنه طبيعة كونه طبيعة مهنتهم بتطلب يمكن جهد أكبر، تفكير أكبر، مجالات للإبداع أكبر. أنا بقول أكثر من شغلة، أول شيء أنه أكيد اليوم هي تبدل الأشخاص مثل الوظائف حضرتكم مثلاً أو اللي بيكون فيها تمام الإعلام والصحافة، فهي فيها تبديل بالأشخاص، بس كمان اليوم فيها روتين وظيفي، يعني اليوم في أكيد اليوم أنتوا أخف لأنه عم تشوفوا مواضيع جديدة، عم تشوفوا خبرات جديدة، بس كمان اليوم المكان بحد ذاته هو روتين، المقعد روتين، الأشخاص الزملائي روتين، فوتي روتين، فنحن بنقول يمكن أوقات شغلات بسيطة، يمكن نحن اليوم نغير أوقات بنمط بصباح الخير، مثلا نحن نمشي 1 2 3 4، فاليوم نمشيهم 4 3 2 1، تمام، يعني نسبق شيء عن شيء مثلا. نحن دائما الصبح لازم نقول على سبيل المثال، شفت اليوم اخبار اللي مثلا بتكون صايره بهذا الوقت، فممكن نغير، يعني غير بشيء، ممكن وقت من الاوقات انا اجيب المقدم يصير مذيع والعكس صحيح، غير شيء له علاقه بديكور الاستديو اللي انا عايش فيه واللي قاعد فيه، حقيقه في بعض التفاصيل الصغيره يمكن انا اعملها بوقت من الاوقات بتغير شيء من الروتين، بتعمي هيك جو من البهجه اصلا بين الاشخاص. في اوقات نحن بننصحها، ما بعرف اذا بتزبط معكم، انا ما فيني اقرر، بنقول للاشخاص بدلوا بالمهمات وشوفوا كل واحد شو مهمته صعبه، يعني على سبيل المثال حاعطي مثال ما بعرف اذا بيزبط عندكم، مثلا المقدم يصير كاميرامان والكاميرا يصير بالاستديو والى اخره، فكله هذا تبديل بسيط اوقات بينعمل، ويمكن ما يكون مباشر، بس يكون الشخص كمان يشوف قديش مهمة الثانية صعبة، فبتكسر كمان روتين، بيصير كمان تقبل لأشغال بعض. فبعض القصص ممكن اليوم تغييرات بسيطة بنمطية الشغل بتكسر لهذا الروتين، حتى لو وظيفتي هي معنا روتينية. يمكن نصائح متعددة هي مهمة، وهي مجرد فكرة صغيرة مثل ما حكيت حضرتك ممكن تغير نهار كامل، ويمكن هذا الشيء حسينا فيه نحن نرمين بشكل لا إرادي، يمكن واحد
بشغلنا مثلا ممكن ينزل يعمل شيء بالشارع يرجع موده كلياته متغير عن قعدة الاستوديو مثل ما بيقولوا. ولكن خليني اطلع شوي بعيد عن موضوعنا وادخل بشيء ثاني اللي هو التغيير بالعموم. مفهوم التغيير مفهوم كتير صعب، مو أي شخص بيقدر اليوم ياخد خطوة التغيير بحياته، ابتداء من مهنة إلى مثلا أحياناً ترتيب بغرفته معين هو متعود على مثلا ديكور غرفته بهذا الشكل، بيحس أنه التغيير صعب عليه، ممكن شو بيشرب، كيف بيشرب القهوة، كيف بيشرب الشاي. فمفهوم التغيير بيبدأ من خطوة صغيرة بينطلق لشيء كتير كبير. اليوم قدين إحنا بحاجة التغيير طبعاً بحياتنا؟ طبعاً ذكر لك شغلة، اليوم تقدم بدون تغيير ما بيصير. يعني مستحيل. اليوم نحن اليوم أنا آسف نحن اليوم وقاعدين مع بعض في مجموعة شغلات جديدة عم تنزل، في مفهومات جديدة، نظريات جديدة، فالدنيا عم تتقدم بذاتها. إذا ما كان عندي مرونة، أنا بقول مرونة بالتغيير. هلأ في أشخاص مثل ما قلتي حضرتك ما بتتقبل التغيير بشكل فجائي، هدول الأشخاص بدي غيرهم شوي شوي، يعني كل تغيير بسيط أرجيه فائدته بنقله على التغيير اللي أكبر منه. هلا امتى بنعاني منه؟ وقت بنعاني بفريق عمل انه واحد بحب التغيير والباقي لا، او يمكن تكون انا اسف حياه زوجيه احد الزوجين بحب التغيير والثاني لا. فالشخص اللي بحب التغيير ما بيصير يغير بشكل مفاجئ، كمان شغله ما نصح، واللي ما بحب التغيير بنوب ما بيصير ما يقول ما بدي غيره ما بيتقدم. بدها تكون هي التغيير دائما احنا بنقولها بننصح فيها خطوه بخطوه، يعني السلم بدك تطلعي درجه درجه. ما بيصير بلحظه انا غير محل عملي ومحل سكني ومحل والى اخره. مشان هيك بنشوف اشخاص اللي يمكن اوقات بتسافر أول فترة حقيقة اليوم بتعيش بتشتت لأنه صار تغيير مفاجئ بكل شيء. لا أنا اليوم قاعد ببيتي بس غيرت وظيفتي فبتلاقيني أخف شوي، يعني إذا تضايقت برجع على ملجئي. فالتغيير نحن ننصح فيه يكون بشكل متدرج. أكيد بختام حديثنا بدنا نشكرك لوجودك معنا ولكل النصائح القيمة. ذكرت حضرتك معلومة كتير مهمة، لما بدنا نغير بالعمل أو مو قادرين نغير سلمى بمجال العمل، نغير برات العمل بمجال الحياة الاجتماعية أو بالأسرة، ممكن نلحظ فرق كتير كبير. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم ويسعد صباحكم. شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمت لنا.